ماذا لو قلت كذبة أبريل؟ إنه تقليد أوروبي قائم على المزاح، يقوم فيه بعض الناس في اليوم الأول من شهر أبريل بإطلاق الشائعات والأكاذيب، ويطلق على من يصدق هذه الشائعات والأكاذيب ضحية كذبة أبريل. لكن متى ظهر هذا التقليد لأول مرة؟ ولماذا شهر أبريل بالذات؟ وفي أي من الدول كانت بداية ذلك؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. يرى الكثير من الباحثين أن هذه العادة بدأت في فرنسا بعد تبني التقويم المعدل الذي وضعه الملك شارل التاسع في عام 1564 ميلادية، حيث كان الاحتفال برأس السنة يبدأ في يوم 21 مارس آذار وينتهي في اليوم الأول من أبريل نيسان، بعد أن يتبادل الناس هدايا رأس السنة الميلادية الجديدة. وبعد أن تحول عيد رأس السنة إلى الأول من يناير كانون الثاني على يد شارل التاسع، ظل بعض الناس يحتفلون به في الأول من أبريل كالعادة، ومن ثم يطلق عليهم ضحايا أبريل. وأصبحت عادة المزاح مع الأصدقاء وذوي القربى في ذلك اليوم رائجة في فرنسا، ومنها انتشرت إلى البلدان الأخرى. ويرى آخرون أن هناك علاقة قوية بين الكذب في الأول من أبريل وبين عيد هولي المعروف في الهند، والذي يحتفل به الهندوس في 31 مارس آذار من كل عام، وفيه يقوم بعض البسطاء بمهام كاذبة لمجرد الدعابة واللهو والمزاح، ولا يكشفون عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا في مساء اليوم الأول من أبريل. وقد أصبح أول أبريل هو اليوم المباح فيه الكذب لدى الشعوب فيما عدا الشعبين الأسباني والألماني، والسبب في ذلك أن هذا اليوم فيه مناسبة دينية مقدسة في أسبانيا، أما في ألمانيا فهو يوافق ميلاد الزعيم الألماني بسمارك. وفي النهاية نرى أنه لا يجوز الكذب سواء في أبريل أو في غير أبريل. وكذا يكون عرفنا ماذا لو قلت كذبة أبريل. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.